أصابك مكروه؟ أوقعوني يا أمي، دائما يشتكي مثل الصغار لأنه صغير أمنا المدلل. وفي مكان قريب كانت هناك عين تراقب الخراف الصغيرة. هذه الخراف الصغيرة تبدو شهية المنظر ولذيذة الطعم. لو أني أضعها كلها في بطني الفارغ لقلت حينها للجوع وداعا. أمي، إنني جائع جدا. سأعد لكم الطعام، هيا إلى داخل المنزل. سآكلهم. شكرا لك يا أمي، دائما لك يا أمي. مرت بعيدا عن هيا إلى النوم يا خرافي. هيا. يجب أن أجد طريقة لأكلهم، ولكن أولاً علي أن أبعد الأم. فتحت الأم مستودع الطعام فوجدت أن كل الطعام اختفى. أين اختفى الطعام؟ لم تعرف الأم أين ذهب الطعام، ولذلك قررت أن تخرج من البيت لتحضر طعاما جديدا لخرافها. اهتموا ببعضكم في أثناء غيابي. لا تتأخري يا أمي، سوف أعتني بنفسي وبإخوتي، وأنا سأرتب المنزل. لا تنسي أن تحضري لي هدية يا أمي. حسناً، سأحضر الهدايا للجميع، ولكن احذروا من الذئب ولا تفتحوا الباب لأحد. ما معنى الذئب؟ اسمع، الذئب حيوان محتال يأكل لحم الضعاف والخائفين، لذا لا تدخلوه البيت. لا تقلقي، فنحن شجعان ولا نخاف من الذئب، لن يستطيع الذئب أن يخدعنا. أنا مطمئنة، إن لم تسمعوا صوتي فلا تفتحوا الباب لأحد. هل فهمتم ما قلته لكم يا أبناء الأعزاء؟ فرح الذئب لأنه أجبر الأم على ترك خرافها بعد أن سرق الطعام من المستودع، وبدأ الذئب يدبر لحيلة جديدة يدخل بها إلى المنزل ليلتهم الخراف السبعة. يداي بيضاوان ونظيفتان، ويدا الذئب سوداوان متسختان. فهمتم؟ أما الآن إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أمي، أنا أحبك يا أمي. نجح الجزء الأول من خطة الذئب الماكر بإبعاد الأم عن الخراف الصغيرة، وبقي الجزء الثاني من الخطة. يا لي من ذكي. والآن أيتها الخراف، حان وقت التهامكم. هيا إلى الوليمة الفاخرة. كانت الخراف الصغيرة تمضي وقتها باللعب انتظارا لعودة أمها من الغابة حاملة الطعام والهدايا. ماذا ترسم يا أحمر؟ لقد عادت أمي، سأفتح لها الباب حالا. أمي افتحوا
الباب يا أبنائي، أنا أمكم. عادت إليكم أمكم بالطعام والهدايا، فافتح الباب بسرعة يا خرافي اللذيذة. اللذيذة؟ افتح الباب بسرعة، سأدخلهم الآن إلى بطني الفارغ. لن نفتح لك. لماذا يا أبنائي؟ صوتكم العالي ثقب طبل أذني. صوتك خشن جدا وصوت أمنا ناعم ورقيق، أفهمت أيها الذئب؟ إنهم أذكياء. حسنا سأتدبر أمري. حصلت على عسل صاف جدا. يريد الذئب ترقيق صوته الخشن بعد أن عرفته الخراف، والعسل خير طريقة لحلاوة الصوت. يا أبنائي أنا أمكم. جميل. كانني المحاولة. افتحوا يا أبنائي، لا تتركوني على الباب طويلا. صوت أمي عادت أخيرا. سنفتح الباب شئنا يا أمي. افتحوا بسرعة، يداي تؤلمانني من كثرة الهدايا التي أحملها. قبل أن نفتح الباب يا أمي دعينا نرى يدك، وبعدها سنفتح لك الباب. أنت من قال هذا؟ أم أنك نسيت ما قلته لنا؟ نعم بكل سرور. صدقوا أنني أمهم. كيف هي؟ نظيفة أليس كذلك؟ إذن افتحوا الباب لأمكم يا أحبائي. لماذا لا يردون؟ هيا يا أحبائي. لا تخدعنا أيها الذئب الماكر، هيا انقلع من هنا. سيكون لي معكم تصرف آخر، تذكروا ذلك جيدا، سأعود إليكم. هزمناه مرة أخرى يا أشقائي. ذلك بفضل ذكائي وحسن تدبيري أليس كذلك؟ سأصنع من هذا التوت البري طعاما لذيذا لأبنائي. سترون كيف سأملأ بكم بطني الفارغ، انتظروا. أنت أيها الخباز؟ تفضل سيدي. مرحبا. انظر إلى يدي، إنها يد شديدة السواد. أعطني طحينا لتصبح بيضاء، هيا.
ستجد الطحين عند الطحان. أيها الطحان، أعطني بعض الطحين. أنا لا أعامل الذئاب، فاذهب من هنا حالا. ستعطيني الطحين على رغم أنفك؟ لقد أخذت عجينا وغطيت به يدي ولم يبقى إلا الطحين. أنت تنوي فعل شيء سيء بلا شك، وأنا لا أريد المشاركة فيه، أفهمت؟ ما شأنك إذا كنت سأفعل الخير أم الشر؟ أنت تخنقني. سألتهمك إن لم تعطيني الطحين في الحال يا طحان. سأخذ الطحين رغما عنه. لقد تأخر الوقت ولم تعد أمي. ماذا حدث لها يا ترى؟ والذئب أيضا لم يعد يقرع الباب علينا. أتريده أن يقرع الباب؟ أريد أن أنام. افتحوا الباب لأمكم الحقيقية، أحضرت لكم الهدايا ومعي كثير من الطعام في سلتي. حقيقية؟ كذب. لكن هذا ليس صوت الذئب الماكر. نعم إنه صوت أمي. ألا ترون أن يدي نظيفة وبيضاء؟ فلماذا لا تفتحون الباب لأمكم؟ انظروا إليها جيدا. نعم إنها أمي. إنها أمنا الحقيقية. سنفتح لك الباب يا أمي. هيا بسرعة، أنا جائعة، فهيا لنتناول عشاءنا. كيف وجدتم أمكم؟ رائعة؟ يدها بيضاء، صوتها ناعم، وتحبكم. إلى العشاء. لماذا اختبأتم من أمكم؟ ألست أمك؟ مرحبا، تعال أيها النذير. لابد أن أجد الخامس هنا. مرحبا، وأنت كذلك، تعالي إلى بطني. وهكذا أكل الذئب الخراف الواحدة تلو الآخر. لقد أكلت 6 خراف حتى الآن، ولكن أين الخروف السابع؟ نعم سأجده بعد أن أعد ما في بطني. 1 2 3 4 5 6. حان وقت نومي الآن، سأذهب وأنام قرب النهر بعد هذه الوليمة الضخمة. 6 خراف في بطني، يا سلام. أخ أمي، يجب علي أن أسرع وأعود إلى صغاري قبل أن يتمكن الذئب من خداعهم. أسرعت الأم عائدة نحو بيتها،
حاملة إلى أطفالها كثيرا من الطعام الذي جمعته لهم. وأخيرا وصلت الأم إلى البيت، وكان الذئب قد التهم خرافها الصغيرة. أين أنتم؟ أما من أحد هنا؟ أنا أمكم، لقد جئت بطعام كثير. أمي أنا هنا. أمي أحمر. أمي لقد جاء الذئب، إنه مخيف وقبيح، لقد أكل إخوتي. أخبر أحمر أمه كيف جاء الذئب والتهم جميع إخوته، والأم تستمع والحزن يسيطر عليها. كان علي أن أسرع بالعودة لكي لا أمكن الذئب من خداعكم يا أحبتي. لا تبكي يا أمي. أمي ساعدني يا إلهي. يجب أن أفعل شيئا. أحمر ابقى بقربي ولا تذهب. سأذهب لأبحث عن الذئب الشرير، سأنقذ إخوتي يا أمي وأخرجهم من بطنه. وأين هو؟ لقد ذهب لينام قرب النهر. هيا بنا. كان الذئب مستغرقا في نومه على ضفة النهر، وهناك شاهدته الأم وقد انتفخ بطنه بصغارها. انتفخ بطنك لأنك التهمت خرافي أيها الذئب الشرير، سترى الآن ماذا سأفعل بك. أمي أمي بطنه يتحرك. إخوتك يتحركون داخل بطنه، وهذا يعني أنهم أحياء. أرجو ذلك يا أمي. أحمر اذهب إلى المنزل وأحضر لي عدة الخياطة والمقص. حاضر. يا إلهي وفقني في إنقاذ أطفالي الصغار. أنا شبعان. أنا شبعان جدا. سأبدأ. جلب أحمر لأمه عدة الخياطة ولم ينسى المقص، فأخذته الأم وفتحت بطن ذلك الذئب. الحمد لله على سلامتك يا حمل، والآن لنخلص باقي إخوتك من بطن الذئب. سلامتكم يا خراف، والحمد لله الذي ساعدني على إنقاذكم جميعا. فلنغادر هذا المكان بسرعة. وكأنني نمت سنة كاملة، النوم لذيذ، ولكن بطني صار أثقل من قبل، كأن في بطني حجارة بدل الخراف. أسمع أصواتا مثل أصوات انهيارات الحجارة من أعلى الجبل. لقد ملأت بطن هذا الذئب بالحجارة وبمساعدة صغاري الأحبة. ما الذي حدث لي؟ آخ يا بطني. آخ آخ. هذا جزاء شرك أيها الذئب الماكر. أشعر بعطش شديد جدا،
احتفل الجميع بهذه المناسبة، وصنعت لهم أمهم كعكة لذيذة. تناولوا طعامكم. حاضر. وهكذا عاشت الأم مع خرافها بعد أن أنقذتهم من داخل بطن الذئب. في الحلقة القادمة نشاهد كيف ذهبت الطفلة أليس إلى بلاد العجائب، وماذا حدث لها فيها من مغامرات، وكيف كان يصغر حجمها، وكيف كان يكبر، وما الذي فعلته مع الحاكم والحاكم. مغامرات كثيرة وحلقة قادمة جميلة، فتابعوها لتعرفوا أكثر.